حملة تحسيسية لفائدة الأئمة نظمتها شركة سيال بمركز معالجة المياه ببلدية سيدي عمر بولاية تيبازا للتوعية بضرورة المحافظة على الماء. درنا يوم تحسيسي للأئمة، بعض أئمة ولاية البلاد حتى نعرفوهم على معالجة المياه كيف تتم في محطة الإنتاج في محطة المعالجة بسيدي عمر، وكذلك حتى نعرفهم باللي المحطه راهي متوقفه لنقص شح الامطار ونقص المياه في سد بوكرده. تعويض هذاك النقص اللي عرفته المياه، نقص المياه السطحيه تاع سد بوكردان بانجاز 35 بئر ارتوازي بقدره انتاج 25 الف متر مكعب يوميا. 50 إماما قادمون من ولاية البليدة في خرجة ميدانية ستمكن الأئمة من إلقاء نظرة عن كثب لعملية معالجة المياه والوقوف على حجم الجفاف الذي مس سد بوكردان. اخترنا سد بوكردام فأردنا أن ننقل المفتشين والأئمة وهم حلقة الربط بين الإدارة والأئمة حتى ينقلوا هذا الواقع لأئمتنا لينقلوا بدورهم هذا الاهتمام في مساجدنا إن شاء الله تبارك وتعالى حتى نساهم في توعية المواطن الجزائري. لابد من العودة إلى ترشيد هذه النعمة التي أنعمها الله سبحانه وتعالى علينا، هي نعمة الماء، ومرة ثانية العودة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الماء بيد الله سبحانه وتعالى. يقول ربي سبحانه وتعالى: أفرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. خرجة تهدف بالأساس لتوعية المواطنين بأهمية المحافظة على الماء من خلال الخطب الدينية التي سيلقيها